Aziz milletim. Şabi el abi. Millet vekili arkadaşlarım. Ve أصدقائي النواب البرلمانيين والضيوف الكرام، أحييكم بحرارة بتحياتي القلبية في هذه الجمع أو في هذا الجمع المبارك. أتمنى بأن تكون أعمالنا تعود لنا بالخير والبركة. في الأسبوع الماضي كانت لنا زيارة لمولدوفا. في تلك الزيارة التقيت بالرئيس المولدوفي السيد دودون والسيد رئيس الوزراء المولدوفي والسيد الأمين العام لحزب الحاكم في مولدوفا، والتقيت أيضا بالنواب المولدوفيين هناك، التقيت أيضا بأتراك الجوكوز الذين نعتبرهم جزء من المجتمع المولدوفي، وشاركت في العديد من النشاطات هناك، وأيضا أحيينا ملتقى واسع النطاق شارك فيه أكثر من 15,000 شخص، والتقينا الشعب الجوكوز الذي نعتبره شعبا تركيا شقيقا لنا، وأيضا قمنا بافتتاح آثار تم ترميمها ومباني تم ترميمها من قبل الإدارة التركية، وهذه كانت هديتنا للإدارة المولدوفية. وأيضا في دولة المجر كانت لنا زيارة قبل وقت قصير، أيضا هناك افتتحنا تربة الجول بابا، وهذه أيضا الأثر العثماني الذي تم ترميمه أيضا تم افتتاحه في تلك الزيارة. نحن في جغرافيا البلقان أينما ذهبنا يتم الترحيب بنا بحفاوة ويتم استقبالنا بمشاعر صديقة قوية. وأقول دائما إن الحدود السياسية تختلف عن الحدود القلبية. نحن لدينا حدود المحبة واسع ويربطنا بأصدقائنا وأشقائنا، روابط تاريخية نعتبرها ضمن الحدود القلبية، وضمن هذا الإطار يتم الترحيب بنا أينما ذهبنا، وإن شاء الله سنوثق هذه الروابط في المستقبل وسننشئ مستقبلا مشتركا قائم على الرفاهية مع هذه الدول. يوم الجمعة الماضي كنا في إزمير، وأيضا في الأيام التالية شاركنا في عدة برامج في إسطنبول والتقينا مع المواطنين. في إزمير قمنا بافتتاح استثمار مهم وهي مصفات النفط ستار. هذه المصفات التي تم إنشاؤها من قبل شركة سوكار الأذربيجانية التي تفوق رقم الاستثمار فيها 6.3 مليار دولار. هذه المصفات كانت تجليا للاستثمارات الأذربيجانية التي فاقت 10 مليارات دولارات، وقمنا افتتاح هذه المصفات مع صديقي وشقيقي إلهام علييف. وهذه المصفات التي تعتبر واحدة من أكبر المنشآت النفطية في إفريقيا والشرق الأوسط، وبذلك تقلص العجز في الميزانية 1.5 مليار دولار، وفي اليوم الواحد سيتم تصفية 10 ملايين برميل من النفط، و
ستقوم بإنتاج منتجات نفطية مثل المازوت والبنزين والمشتقات النفطية الأخرى. وأشكر بهذه المناسبة صديقي رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف باسمي وباسم الجمهورية التركية. وفي هذه المنشأة ومنذ البداية قلنا بأن هذه المنشأة سيتم استكمالها بإنشاء ميناء جديد، وأيضا سيتم إنشاء مولد للطاقة طاقة الرياح الهوائية، وأيضا لتكون تكملة لهذه المصفات الكبيرة. في الأيام التالية أيضا ذهبنا إلى ديياربكر وقمنا بافتتاح الملعب المحلي في هذه المدينة، وكانت هناك مباراة ودية بين أعضاء الحزب، وبعدها أيضا التقينا مع أعضاء حزبنا والشعب. ومن ثم في يوم الأحد أيضا التقينا بوقف الشباب التركي وافتتحنا مبنى الجديد، وبعد ذلك أيضا قمنا بالتقاء رئيس الوزراء الكمبودي هون سي، وأيضا في اليوم التالي قمنا بافتتاح المترو الذي يربط بين عمرانية وتشكمكوي الذي يمتد تقريبا 10 كيلومترات، وبإذن الله سنواصل الاستثمارات في مجال المواصلات في مدينة إسطنبول. وفي هذه أو في هذا الحفل شارك أكثر من 20 مليون شخص، أو عدد الذين سيستفيدون من هذه المنشآت وهم سكان إسطنبول الذين يفوق عددهم 20 مليون شخص. وأيضا في هذا الإطار أؤكد على ضرورة المواصلة في خدمة الشعب. وفي هذا الإطار أشكر جميع المدن التي زرتها في الأسبوع الماضي، وأشكر الحفاوة التي استقبلني فيها الشعب هناك. في هذا الجزء من الكلمة سأتطرق إلى الجريمة التي ارتكبت بالقنصلية السعودية في إسطنبول والتي استهدفت الصحفي جمال خاشقجي. سيكون هناك إعلان عن بعض التفاصيل. أولا أتمنى من الله الرحمة لجمال خاشقجي، و أيضا أعزي خطيبته وأسرته والشعب السعودي والصحفيين بهذا الفقيد. وأريد أن أذكر بعضا من التفاصيل لهذه الحادثة. جمال خاشقجي في 28 سبتمبر في الساعة 11:50 زار القنصلية السعودية في إسطنبول، وفي هذه الزيارة يتبين أن تم إخبار الفريق الذي قام باغتياله بهذه الزيارة. بعض من الموظفين القنصلية ذهبوا بشكل سريع إلى السعودية وقاموا بالتحضيرات لهذه الجريمة. في يوم الأول من أكتوبر في الساعة 9 قبل يوم من الجريمة، في الساعة 4:30 فريق أتى من السعودية و
انتقل أولا إلى الأوتيل وبعدها ذهب إلى القنصلية، وبعدها أيضا فريق آخر أتى بطائرة خاصة إلى تركيا وذهب إلى غابات بلغراد في إسطنبول وقام بعملية تفتيش في المنطقة. أيضا بعدها فريق آخر أتى إلى إسطنبول بطائرات تابعة للخطوط الطيران السعودية. أيضا هؤلاء تم أو انتقلوا إلى فندق وبعدها انتقلوا إلى القنصلية. إذن 15 شخصا انتقلوا إلى تركيا بين ساعات مختلفة والتقوا في القنصلية السعودية في إسطنبول. أولا تم خلع هارد ديسك من الكاميرات التسجيل الداخلية، وبعدها تم الاتصال بجمال خاشقجي ليتم التأكيد الموعد. وبعدها خاشقجي انتقل من لندن إلى تركيا إلى إسطنبول ودخل القنصلية في الساعة 1:51. طبعا خطيبته كانت معه، وبعد هذه الساعة انقطعت الأخبار عن خاشقجي. في المساء في الساعة 5:50 خطيبة خاشقجي تم أبلغت السلطات التركية بقلقها عن مصير خاشقجي وأنه دخل القنصلية ولم يخرج وأنها تخشى بأنه حدث مكروه عليه. وبعدها قوات الأمن التركية بدأت تحقيقا في هذا الموضوع، وبعدها تم البحث في كاميرات المراقبة في تلك في ذلك المكان، وتم التأكد من دخول خاشقجي إلى القنصلية وعدم خروجه. ووفقا لاتفاقية فيينا، أعتقد بأن الآن باتت هذه الاتفاقية على المحك، والسيدة موغريني تحدثت عن ضرورة نقاش مضمون هذه الاتفاقية التي تحرم وتمنع السلطات المحلية من التحقيق مع الموظفين القنصلية. وبعد ذلك تم تكليف المدعي العام في التحقيق، ومع كشف السدال عن بعض التفاصيل في التحقيق قبل يوم واحد من الجريمة تم التأكد من انتقال 15 شخصا متكونين من أعضاء مخابرات وأطباء عدليين وأشخاص آخرين أتوا إلى تركيا في طائرات عادية وبطائرات خاصة. وبعد ذلك وبعد الجريمة تم أيضا نقل الشخص يشبه جمال خاشقجي الذي أيضا تم تكليفه بالقيام بدور خاشقجي وهو خارج من القنصلية. وأيضا السلطات السعودية في 4 أكتوبر رفضت رفضا باتا أنه هناك جريمة قتل خلالها جمال خاشقجي، واستدعوا مراسل رويترز إلى الداخل وقدموا له صورا وفتحوا بعض الخزانات، وأيضا بشكل مستمر قاموا بهذه الحركة ليثبتوا أن لا يوجد جريمة في الموقع. في هذا الإطار سواء قوات الأمن التركية سواء المدعي العام قاموا بالاستمرار في البحث والتفتيش في القضية وحصلوا على وثائق وأدلة جديدة.
قاموا أيضا بمشاركة الجهات المعنية بهذه التحقيقات والتفتيشات. أيضا زارت تركيا هيئة مكونة من مسؤولين سعوديين إلى تركيا، و قالوا بأن السعودية ستسمح وتفتح أبواب القنصلية أمام التفتيش التركي. أريد أن أؤكد على ضرورة استجابة لبعض الأسئلة، وهي أن هذه الحادثة جرت في إسطنبول، ونحن في مقام السؤال والمسؤولية، ولذلك المساءلة شيئا طبيعي. وعندما بدأت الستارة تسدل عن هذه الجريمة، بدأ موقف السعودية يتغير، ونحن أكدنا على ضرورة كشف تفاصيل الجريمة ومرتكب هذه الجريمة، وبذلك نحن انتظرنا نتيجة التحقيقات والتفتيشات التركية. في هذا الإطار، في 14 من أكتوبر قمنا باتصال هاتفي مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وتحدثت إليه عن الموضوع وقدمت له بعض الأدلة، وأيضا قلت له من الضروري أن نشكل لجنة تحقيق مشتركة، واتفقنا في الاتصال الهاتفي على هذه النقطة. أيضا فرق التفتيش التركية التي دخلت القنصلية، تعرفون أن القنصل في إسطنبول لم يسمح في دخول قوات الأمن التركية إلى القنصلية، وأنا في ذلك الوقت تحدثت عن سوء إدارة القنصل السعودي في إسطنبول مجريات الأحداث، وأكدت ذلك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان. وبعدها القنصل في إسطنبول تم عزله من مقامه، وعاد القنصل السعودي إلى بلاده في ذلك الوقت. بعدها دخلت قوات الأمن التركية إلى القنصلية في 19 من أكتوبر، أي بعد 17 يوما من ارتكاب الجريمة، إلى القنصلية، واعترفت السعودية أو أكدت ارتكاب الجريمة داخل القنصلية، ولكن كانت المعلومات السعودية تشير إلى أن كان هناك اشتباك باليد ما أدى إلى وفاة جمال خاشقجي. وبعدها اتصلت بالملك سلمان مرة أخرى، وبعد ارتكاب الجريمة قال لي أن تم اعتقال 18 شخصا على ذمة التحقيق في الجريمة، ونحن أيضا نظرنا بالقائمة الموجودة لدينا وتحققنا من أن 15 شخص الذين أتوا إلى تركيا زائد 3 أشخاص الذين يعملون بالقنصلية هم المتورطين بالجريمة. وبعد الكشف عن هذه المعلومات بطبيعة الحال في 21 من أكتوبر أيضا قمنا باتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأكدنا على ضرورة أن يكون هناك موقف مشترك في الكشف عن تفاصيل الجريمة. وفي هذا الإطار أريد أن أؤكد بأننا
قمنا بجميع ما يتطلب منها ويتيح لنا القانون الدولي من صلاحيات استخدمناها جميعها للتحقيق والتفتيش عن المرتكبين لهذه الجريمة. ولكن في ذات الوقت بعض وسائل الإعلام وبعض الأشخاص الذين يريدون أن يشككوا بموقف تركيا وبشفافيتها في القضية اتهمونا ربما ببعض التهم الباطلة، ولكن نؤكد أننا لن نقف وسنكشف عن التفاصيل. قبل كل شيء إنها جريمة ارتكبت في أراضي سعودية أي بالقنصلية، ولكن يجب أن لا ننسى أن هذه القنصلية ضمن الحدود التركية. وأيضا وفقا لاتفاق فيينا وقوانين الدولية أيضا أعتقد بأنها لا تسمح بارتكاب جرائم تحت مسمى الدبلوماسية. وبطبيعة الحال قوات الأمن التركية والمدعي العام سيحققون في تفاصيل هذه الجريمة وسيعلنون عن النتائج. جمال خاشقجي وهويته الصحفية الدولية أيضا تحملنا مسؤولية إضافية في الكشف عن تفاصيل هذه الجريمة، وتركيا أيضا كممثل للوجدان الدولي ستتابع مجريات هذه التحقيقات إلى الآخر. حتى الآن المعلومات التي ظهرت والدلائل التي جمعناها تشير إلى أن جمال خاشقجي كان ضحية لجناية وجريمة وحشية. هذه الجريمة لا يمكن طمسها وإخفاء أي معلومة، سيجرح وجدان الإنساني للعالم. وأيضا أؤكد بأننا ننتظر التعاون من الجهات السعودية في هذا الإطار. السيدات والسادة، السلطة السعودية وبتأكيدها الجريمة أقدمت على خطوة مهمة، وفي هذه المرحلة يجب على السلطات السعودية أن تظهر تفاصيل من ارتكب هذه الجريمة وأن تحاكمهم بشكل عادل. وأيضا لدينا أدلة بأن هذه الجريمة جريمة مخططة وليست جريمة أتت جراء صراع تلقائي، ولذلك أيضا لدينا الأدلة التي تشير إلى 15 شخص الذين أتوا إلى إسطنبول. ونسأل لماذا هذا الفريق اجتمع في إسطنبول؟ هؤلاء الأشخاص من من أخذوا الأمر؟ من الذي أمرهم التجمع بإسطنبول؟ القنصلية في إسطنبول لماذا تم فتحها للتفتيش والتحقيق بعد أيام وليس على الفور؟ لماذا كان هناك تصريحات متناقضة في هذه المرحلة؟ أين جثة المقتول بالرغم من أن تم التأكد من قتله؟ الجثة تم الإعلان بأنها تم تسليمها لمتعاون محلي معهم. من هذا المتعاون المحلي؟ لأن ليس هو شخص عادي من يتحدث عن هذا المتعاون المحلي، هو مسؤول سعودي يقول بأن هناك متعاون تركي محلي أخفى الجثة، فعليه أن يعلن عن اسم هذا الشخص.
كل هذه الأسئلة يجب الإجابة عنها، ولا أحد يظن بأنها ستقفل هكذا وتمر مرور الكرام. وأيضا بيد القوات الأمن التركية والاستخباراتية هناك أدلة بأن هذه الجريمة تم ارتكابها بتخطيط واسع النطاق ومع التعمق بالتحقيقات، أيضا يتم الحصول على تفاصيل أخرى. لا يمكننا أن نلبس هذه الجريمة بأشخاص من الاستخبارات أو أشخاص من القنصلية، هذا لا يتناسب مع وجداننا، وعلينا أن نحاسب جميع من قام بدور في هذه الجريمة. أنا شخصيا أؤمن بحسن نية الملك سلمان، وأؤمن بأنه سيتعاون معنا، وأيضا أؤمن بأن إجراء التحقيق من قبل لجنة محايدة شيء ضروري ومهم، وأعتقد أيضا يجب استجواب الأشخاص، كافة الأشخاص الموجودين ولهم صلة في هذه الجريمة. والقانون الدولي والقانون الإسلامي أو الحقوق الإسلامية أيضا كلها تحتم هذا الكشف عن هذه الجريمة، وأيضا القانون التركي والقانون الدولي يؤكد على ضرورة إجراء التحقيق ومعاقبة المجرمين، وأقوم بنداء من هذا المنبر، هذا النداء إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان والإدارة السعودية، وأقول بأن الحادثة جرت في إسطنبول، ولذلك هؤلاء 15+3 أريد أكلف وأتمنى بأن نحاكم ونقاضي هؤلاء 18 في إسطنبول. أقدم هذا الاقتراح وأتركه للسلطات السعودية، وهذا اقتراح مهم والإجابة عليه مهمة أيضا. أيضا موضوع آخر وهو المتعلق بالقسم والعفو العام. كما تعرفون بأن تركيا وبعد محاولة الانقلاب في 15 تموز 2016 دخلت مرحلة جديدة، وفي ضمن مكافحة التنظيمات الإرهابية أعتقد بأن هذه المرحلة أضافت لخبرة تركيا الكثير. وفي هذا الإطار أيضا كان هناك تحالف مع حزب الحركة القومية، وقمنا باتفاق، دخلنا خضنا في انتخاب مهم، و الشعب التركي هو الأساس كان في تأسيس هذا التحالف بين حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، وتلبية لهذا هذه الإدارة الإرادة الشعبية نفذنا هذا الاتفاق مع حزب الحركة القومية، وكنا على قمنا بتحالف مهم في هذه المرحلة، ولكن هذا لا يخفي موضوع أن هناك أيضا اختلاف في وجهات النظر في الكثير من القضايا.
هناك خلاف مع حزب الحركة القومية في الآراء في بعض القضايا، لا سيما في التقاعد المبكر وفي العفو العام وباقي القضايا. نحن دائما حاولنا أن نناقش هذه الخلافات بلغة بناءة. ندافع عن سياساتنا حتى النهاية، ولكن لا يمكن بأن نقلل الاحترام باللغة السياسية. وأساسا وأسلوب سياستنا ليس لهذا الأسلوب مكان. مثلا مسألة العفو العام، أعطيت التعليمات للأصدقاء في الحزب بأن يقوموا بإعداد تقرير حول الموضوع، وتم إبلاغي بأن هذا العفو العام إن تم إصداره فذلك سيجرح الوجدان العام في الأراضي التركية. ولذلك القاعدة الأساسية هنا، القاعدة هي أن الدولة هي تحتوي على أو تمتلك حق العفو عن بعض الجرائم التي ارتكبت ضدها، ولكن الدولة ليس لها الصلاحية بأن تعفو عن جريمة ارتكبت بحق مواطن تركي. يجب أن نفهم بشكل جيد، العدالة إذا كانت أساس الحكم، نحن يجب علينا أن نسند العدالة ونجعلها أساس حكمنا. وفي هذا الإطار لا يمكننا العفو عن من قام بمتاجرة المخدرات وتم قام بتسميم الشباب التركي. نحن نكافح تجار المخدرات وكافحنا من يقوم بتسويق هذه السلع المحرمة. لا يمكن وبأي مرحلة من المراحل لم نتقاعس أبدا في مكافحة هذه الفئات. ومن الشرق، من أقصى الشرق وحتى المناطق النائية، قمنا دائما في مكافحة هذه الفئات وحققنا معها، وأيضا في وضعناها في السجن. أيضا أناشد هنا المواطنين، وهل يمكننا أن نقول أنهم هؤلاء أبرياء أو فعلوا ذلك بالغلط لذلك هم في السجن؟ بعضهم يقول بأنهم تم غشهم وإغراؤهم ببعض المغريات، ولكن يجب أن ننظر بأن المخدرات تسمم الشباب حتى الأطفال. هؤلاء الأشخاص لا يمكن علينا أن نقول أنهم تم إغراؤهم وهم محكومين القدر أو هذا قضاء وقدر. وأيضا الذين قاموا بجرائم السرقة كيف يمكن أن نعفو عنهم؟ في حال العفو عنهم
أيضا يعودون إلى ارتكاب جميع هذه الجرائم. أيضا القائمين بجريمة الزنا لا يمكن أن نقول عنهم محكومين وأنهم قضاء وقدر، ونبسط الموضوع، ونحن كدولة سنسعى لنلبي طبعا مطالب الشعب، ولكن لا يمكن أن نعفو عن قاتل، وإذا قمنا بذلك كيف سنبرر ذلك لأسرة المقتول؟ إذن مشاهدينا تابعنا هذا الخطاب Değerli kardeşlerim, aynı şekilde emeklilikte yaşa takılanlar diye ifade edilen meselede de karşımıza ülkemizin kaldıramayacağı benzer bir yükün fotoğrafı çıktı. وجدنا أمامنا مشهدا ينوء بثقله على دولتنا، ولا شك أن المجلس سيدرس هذا الموضوع، والنواب أيضا سيدرسون هذا الموضوع بالتفصيل. ليس هناك أمر طبيعي أكثر من أن أتقاسم مثل هذه الأمور في المشاعر مع شعبي. ونحن رأينا بأن بعض التصريحات التي وردت في وسائل الإعلام إنها كانت نتيجة فهم خاطئ، وأنا أتأسف على ذلك. الإخوة الأعزاء، هناك نقاش آخر يتعلق بحلفنا، الحلف التركي. أنا كنت أعتقد أنه نحن تجاوزنا هذا الموضوع. نحن في 2013 قد تجاوزنا هذا الأمر، وكما عبر أيضا رجال القانون عندنا، فإن المحكمة الاستشارية العليا للأسف الشديد قامت بإلغاء القرار المتخذ في هذا الأمر، وتركيا بهذا القرار الذي جعل تركيا تنجر نحو نقاش من الأمراض القديمة، فدليل بأن تركيا لا تستحق ذلك. فإن هذا التطبيق والإجراء الذي كان موجود في أحد الحكم الحزب الواحد، حزب الشعب الجمهوري، فإن محاولة الإصرار عليه واستمراره في تركيا المستنيرة وفي هذا العصر خطأ كبير. فإن من ألف ودون هذا الحلف التركي هو الشخص المعروف الذي قام بإغلاق أيضا الجمعيات التركية، وكذلك كان ضد أيضا الجامعات التركية، وهو طبيب رشيد غالب، كما أنه أيضا هو المهندس المعماري بإعلاء الأذان باللغة التركية في تركيا، وقد تم استخدام هذا الحلف مع تغيير الكلمات. ونحن برأينا إن أكبر حلف لوطننا ولشعبنا هو النشيد الوطني، نشيد الاستقلال. ونحن لا نعترف بأي حلف ما عدا نشيد الاستقلال وحلف الاستقلال، ولن نعترف بذلك. نحن نفتخر بكم. ولا شك أن مثل هذه النقاشات
في واقع الأمر تتعلق بمسائل رمزية تفوق أيضا المسائل المتعلقة بالديمقراطية والاستقلالية والحقوق. نعم، إذا كان الأمر بالانتماء إلى العرق التركي، نعم أنا أنتمي إلى العرق التركي، ولكن لست مناصرا للعرق التركي، لأن العنصرية مرفوضة ومحرمة في ديننا. كل مجموعة أثنية تفتخر بمجموعتها التي تنتمي إليها، الترك والكرد والرومان واللاز، وكلهم يمكن أن يفتخروا بأصولهم وانتمائهم إلى تلك الأثنيات، ولكن ليس بتحويلها إلى العنصريات. انظروا، لكم حق ممارسة العنصرية التركية، ثم بعد ذلك إذا فعلتم ذلك فهذا يسمح للمواطنين الأكراد بممارسة العنصرية الكردية، فهذا الأمر يعطيهم هذا الحق. دعوا كل يفتخر بانتمائه وبانحداره الأثني والعرقي، ولكن دون السماح بأن تتحول هذه الأمور إلى ممارسات عنصرية. إذا ما فعلتم ذلك فإنكم تقومون بالتمييز، ونحن حزب العدالة والتنمية منذ تأسيسنا إلى اليوم لم نقع في هذا الخطأ. إن دولة الجمهورية التركية هي دولة مشتركة للمواطنين كافة بعددهم البالغ 81 مليون نسمة، ولذلك نحن نرمز من خلال شعارنا بالرابعة. ماذا نقول؟ نقول الشعب الواحد. عندما نقول الشعب الواحد دون التفريق والتمييز بين انتماءاتهم واختلافاتهم الجهوية والإقليمية والأثنية والعرقية والدينية، ونحن هنا لا نفرق. إن تركيا تجمع جميع المكونات الأثنية تحت اسم الشعب الواحد، إخوتي الأعزاء، قلنا العلم الواحد، ذاك العلم الذي ضحى أجدادنا وأبناؤنا بأرواحهم وقدموا دماءهم فداء له، والذين مستعدين لذلك. نحن نتحدث عن هذا العلم، وعندما نقول الوطن الواحد نعني بذلك كل شبر من أرض الوطن البالغ حجمها 780 ألف كيلومتر مربع. وهل نحن قصرنا في تقديم خدماتنا إلى الشعب من حيث المناطق؟ لا، بالعكس، نحن كنا حريصين على ذلك وتواجدنا. انظروا، نحن قد بدأنا بزيادة عدد جامعاتنا وتقديم خدماتنا إلى كافة مدننا، ستجدون ذلك في الخدمات الصحية والمواصلات وفي كافة المجالات. وعندما نقول الدولة الواحدة، هذه الدولة الجمهورية التركية التي هي بمثابة جسر رابط بين الماضي إلى المستقبل، ولا نعترف بدولة أخرى. Cut it.
أيها الإخوة، وهذا المشهد الذي نحن نطرحه، هل يمكن أن نسمح بأن يتلو أبناؤنا وأطفالنا كل يوم نصا يوحي بالفكر الواحد وبالاحتكار؟ ولا شك، هل يمكن أن يكون ذلك يخدم شعبنا؟ تارة يقولون نحن أنا لست مميز ولا أهتم بذلك، ثم بعد ذلك أنا نائب البرلمان وهو رئيس الجمعية الدستورية وزميلنا ووزيرنا أيضا يتعرضوا لإهانات وتهديد. سامحوني، فإن وزيري ليس شخصا قزما، بل وراءه أيضا من يسانده ونحن وراءه. في الحقيقة نحن لا يمكن أن نقبل بهذا التهديد والإهانة الصادرة من رئيس حزب حيال وزيرنا، وهذا الأمر كان مؤلم جدا، وأنا لا يمكن أن أضحي برفيق طريقي، لأن هذا الشخص وهذا الرفيق لا علاقة له بالعنصرية لا عن قرب ولا عن بعد. قد يكون هو من أصل كردي، ولكن هو على وعي تام بخدمة بلده وشعبه، وهذا يتحلى بهذه الصفات. لماذا تحاولون أن تحرفوا الموضوع عن وجهتها الصحيحة؟ ولماذا تحاولون أيضا بإلقاء تهمة عليه؟ ونحن نشهد على خدماته لبلدنا وشعبنا. ونحن لن نسمح ولن نغض الطرف عن تعرض أي أخ من إخوتنا لهجمات بسبب أداء وظيفته وواجبه. وبعد قليل سنشارك الاجتماع التعريفي برؤية 2023 للتعليم، وإنه خلال هذه الرؤية سيتم التأكيد أيضا على وسنتناقش عن أسس محبة الأطفال للجميع ولدولتهم وشعبهم وعملهم الدؤوب من أجل دولتهم ومستقبلهم، وكذلك حماية التراث التركي نحن دافعنا عنه أيضا داخل الوطن وخارجه. أيها الإخوة الأعزاء، من البلقان إلى الآسيا الوسطى، في جميع المناطق أينما وجدنا معلما من معالم أجدادنا نحن أقمناه ونصبناه وأحييناه لفائدة التاريخ. وإن كانت هناك عيون لا تبصر ذلك، ماذا أفعل بعد ذلك؟ ذهبنا حتى إلى دولة المغول، ونحن قمنا بتعبيد الطرقات لأولى الكتابات التركية، وأيضا قمنا بأيضا إحياء تلك المناطق. الموضوع لا يرتبط لا بالعرق التركي ولا التوصيات، فإن المشكلة تكمن في عقلية من دونت هذا النص وتعاملها مع الواقع بعقلية نتنة. ونحن نبذل جهودا من أجل أن نجعل بلادنا
تحقق تطورات تكنولوجية وحديثة، ونحن لا يمكن أن نؤول بأن نؤول هذه المحاولات المتخلفة بحب الوطن والدولة. علينا إن كنا نحب أطفالنا علينا أن نزودهم بالمعرفة والعلم والتكنولوجيا، ونحن الآن نتطلع إلى بناء تركيا في 2023 و2071. لا شك نحن نحترم الاتجاهات السياسية للجميع، ولكن لن نسمح بأن يصل الموضوع إلى درجة الحق ضرر بشعبنا ودولتنا. والآن نحن يجب أن لا نسمح بأن تكون مثل هذه الخلافات تلقي بظلالها على اتفاق الجمهور، لأننا نعتبر ذلك أكبر مكسب لنا، ونحن نريد أن نحمله إلى المستقبل، ولا نريد أن نكون في أي عمل يلحق ضررا بروح هذا الاتفاق. فإن اتفاق الجمهور الذي يعتبر أمانة إن شعبنا كنا نريد أن نجعلها دائما في الأمام، ونرى بأن حزب الحركة القومية قد انتهج طريقا آخر، ولا شك نحن نحترم ذلك. إذا كانوا يقولون نحن في الانتخابات المحلية نحن سنفترق، نحن نقول إذن من جانبنا لا نرى فيه بأسا. وأمامنا أيضا مرحلة ستشهد تطورات مهمة جدا لبلدنا ودولتنا، وبدأنا نتجاوز بعض التحديات الاقتصادية التي كنا نعانيها في الآونة الأخيرة، وهناك تطورات كبيرة وحساسة في سوريا والعراق وكذلك المنطقة الأوروبية التي لنا صلة بها تمر بأيام عصيبة لسبب المشاكل والمعادلات الداخلية، ونحن كذلك نتابع التطورات في أفريقيا. وأيضا علاقتنا مع دول آسيا الوسطى وصلت إلى مرحلة متميزة، ونحن أيضا يجب أن نتابع كل التطورات. وكذلك نحن نبذل جهودا من أجل إقامة علاقات وطيدة مع القارة الأفريقية وكذلك مع أمريكا الجنوبية، وخلال الأيام القادمة في نهاية الشهر القادم سنقوم بزيارة عدد من الدول في إطار قمة مجموعة العشرين. كما تعلمون أن الأرجنتين هي الدولة الحاضنة لقمة مجموعة العشرين، وخلال زيارتنا أيضا نريد أن نقوم أيضا أثناء ذلك بزيارة دول أخرى. كما تعلمون نحن إن مفتاح النجاح الواصل إلى 2023 يمر من مارس آذار 2019، ونحن على مستوى حزب العدالة والتنمية بدأت استعداداتنا بشكل قوي، وقد التقيت بكافة الهياكل الفرعية أيضا لأقضية المدن، لا أقول المدن انظروا في ذلك، وكذلك التقيت بالمنظمة النسائية، وكذلك سنلتقي بالمنظمة الشبابية أيضا. ونحن أيضا فإن أعمالنا المستمرة في مقر حزبنا الرئيسي مستمر في شكل مكثف، وأنا أطلب منكم دعمكم أيضا المتفاني في ذلك، وإن شاء الله سنبدأ بالنزول إلى الساحات وإلى الميادين في وقت مبكر. ولا شك أنكم تعلمون الآن أشرف البرلمان التركي على مناقشات موضوع الميزانية، وأنا أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح، وستكون هناك قمة أيضا في إسطنبول كما تعلمون، حيث سنلتقي مع رؤساء فرنسا وروسيا وألمانيا، مع كل من بوتين وميركل
وماكرون أيضا، حيث سنعقد قمة رباعية لنتناول عديد المسائل ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها موضوع سوريا وإدلب. وأتمنى أن يحل الاستقرار والأمن والأمان في إدلب خاصة وفي سوريا عامة. وبهذه المشاعر أحييكم وأتمنى لكم عملا موفقا ناجحا تحت سقف البرلمان. نشكر فخامة رئيس الجمهورية لكلمته، وقد انتهى اجتماع الكتلة الحزبية.